السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. ضمن لقاءات برنامجكم أهل الهمة وهذه بلدنا، يسعدنا أن نلتقي بعطوفة رجل الأعمال السيد عبد السلام حجير، المدير العام لشركة أجواء للتصميم الداخلي ضمن براند نيم برستيج. سيدي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في محلكم الأول، أهلا وسهلا. يعني برستيج يعني اسم جميل جدا، يعني يتخيل الإنسان أنه ضمن مرتبة معينة، ضمن وضع معين. قبل أن نتحدث حول اختيار هذا البراند نيم، إلا أننا نود أن نبدأ بالبداية بمن هو عبد السلام حجير، رجل الأعمال الشاب الذي يعمل في هذا العمل تحديدا التصاميم الداخلية. أنت تمسك هذه المنازل، القصور، الفلل، وتجعل منها تحفة فنية من خلال أدائك الرائع. سيدي، من أنتم؟ أين ولدت؟ ماذا درست؟ وكيف جاء العمل في هذا القطاع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، إحنا كبرستيج كاسم اخترنا، حاولنا نكون على قدر الاسم ونقدر نعطيه المكانة تبعته. كان تحدي كبير لإلنا باسمي أنا عبد السلام حجير صاحب الشركة وشريكي علي سعد، نحن المؤسسين من البداية وما زلنا معا حتى النهاية بإذن الله إن شاء الله، ولإلى الأمام إن شاء الله. طبيعة عملنا، في بدأنا في الستائر، البرادي، الأقمشة، ومن ثم إلى أقمشة العفش، المفروشات، وثم إلى ورق الجدران. الحمد لله قدرنا نعمل ثورة كبيرة في مجال، في هذا المجال. طورنا كتير كتير كتير. كنا في بدأنا بشارع الأمير محمد اللي هو منبع الأقمشة وكبار التجار، حاولنا ننافس قدر الإمكان، ثم اتجهنا إلى خلدة. عدنا في مجال في خلدة، في محل خلدة تقريبا 11 عام، وبعدين انتقلنا إلى هذا الموقع. هون صرنا 3 سنين تقريبا. الحمد لله قدرنا نعمل الإشي كتير كتير كويس. تحدي إصرار وصلنا للمرحلة هاي. هذا واحد. طبعا بالبداية توفيق من رب العالمين، ثم دعاء الوالدين بالنسبة إلي ولعلي، ثم الإصرار كان كبير 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 في التحدي، منافسة كبيرة في السوق. أحد الأسباب كان الماركات اللي كنا بنشتغل فيها قوية جدا جدا، قدرت تدعمنا وقدرت توصلنا للمرحلة هاي. فمجموعة أسباب قدرت تخلينا انه احنا نكون برستيج. اكيد انتم برستيج واصحاب هذا البرستيج. يعني الخطوات التي ذكرت من شارع الامير محمد الى شارع خلدة، الى منطقة خلدة، ثم بعد ذلك جئتم الى شارع عبد الله غوشة في هذه المناطق الراقية، فهي خطوات نحو الوصول الى برستيج اعلى. نعم. ان شاء الله. سيدي، يعني الفن، الذوق الرفيع، يعني لديكم المهندسين أكيد أو الفنيين التي كما يقال شعبيا بتتلف بأيديهم بالحرير. الحمد لله. فكيف جاء اختياركم وتدريبكم لهذه العمالة الفنية الراقية؟ نعم. هلأ بالنسبة للموضوع، الشغل تبعنا بالذات، بالإضافة لقديش أنت إمكانياتك العقلية والفكرية ولهذا، يوجد شيء كمان الناس تجهله وهو الذوق. الذوق لا يعلم، هذا يعني يولد مع الإنسان. فأنت بيجيك ناس كتير بحاولوا يشتغلوا معك، إنهم بحاولوا يفوتوا معك بالبزنس تبعك ويشتغلوا معك ككادر كتيم. في منهم بنجح وفي منهم ما بنجح. في ناس يعني بتحاول تعمل قد ما بتقدر اللي عليها، بس ما في ذوق داخلي، فصعب يستمر معك. يعني بتحاول تعمل قد ما بتقدر اللي عندها بس ما بزبط. فالذوق عامل كتير 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 مهم انه يقدر يستمر معك. رح يجيك هو بليفل معين، بعدين انت بتصير ترفع فيه شوي شوي شوي، توصله للليفل تبعك. التيم تبعنا، يمكن بعتذر انه ما ذكرتوش من احد الاسباب في نجاحنا، التيم تبعنا له دور كبير كبير كبير. من اصغر واحد في الشركة لاكبر واحد في الشركة لهم دور في الموضوع بلا شك. أنتم تحرصون دائما على يعني متابعة تدريب التيم على كل ما هو جديد في عالم هذه الوالبيبر أو
الأقمشة بمختلف أنواعها. وكما علمت منكم الآن عطوفتك أنه تكلمت عن المفروشات أيضا. إذا هو للعمل متكامل داخل المنزل أو داخل القصر أو داخل القصير أو الفيلا أو سميها ما شئت. كيف يبدأ اختيار الأمور؟ يعني تأتي الزوجة مع زوجها، يعني تتفرج على كل الموديلات وتبدأ بالاختيار. هل تساعدون يعني بعمل تصميم متكامل بعد ما تشوفوا على أرض الواقع الفيلا وتقدموا مقترحات للاختيار؟ في البداية بيجي زبون على المحل، بشوف الموقع بشكل عام، بكون عارف إيش بده، مثلا بده ستاير، بده عفش، بده ورق جدران، بده أقمشة كنب. بيعطوه الشباب فكرة كاملة على الموضوع. أول شيء بيعرضوا عليه إيش البراند اللي نشتغل فيهم، إيش الليفل اللي نشتغل فيه. الزبون بيستوعب الفكرة، ثم بروح تيم خاص لعنده للبيت، بشوف إيش بلزم، إيش محتوى يعني إيش بحتاج الموقع عنده، التصميم الواقعي للبيت يعني، وبشرحوا له فكرة بشكل عام. ثم بيجي زبون برجع مرة تانية على المحل هون، ويتم التداول باختيار الألوان والتقرب إلى يعني إيش الزبون بحب من ألوان. في ناس تتجه للخمريات، في ناس للبيج، في ناس للبني، بدك تمشي على هوا الزبون إيش بده إياه. يعني الألوان تبدأ، بعدين تبدأ بعد ذلك التصاميم الشكل النهائي كيف. نعم. يعني هي عدد يعني من الزيارات بصير في زي ما نحكي بالعامية شد ورخي، نعرف إنه العميل إيش بده إياه. طبعا العميل ممكن تكون في باله صورة معينة، بس لما بيجي راح يلاقي إنه في شغلات لسه كتير أحدث من اللي هو عم بتخيله، فمنبلش نوصل له، نرفع فيه شوي 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 لحد ما يوصل. هلأ شغلة تانية كمان، الناس صارت كتير متعلمة وكتير صارت فهمانة وصارت تتفرج على تلفزيون وإنترنت وسفر وهيك، فصاروا يعرفوا إنه يعني صاروا يقدروا كمان يقولوا لك إيش اللي بدنا إياه وإيش اللي بلزم وإيش اللي ما بلزم. يعني الناس صارت متطورة كمان في الموضوع، يعني الناس مرتاحة نفسيا، فعم بتلاقي لك هو عم بقدر يبدع كمان. يعني مخه مرتاح وقاعد وجاي وباني هالقصر تبعه ومرتاح، واللي عم ببنيه هو مش عم بقدر يبنيه بمكان تاني، فهو نفسيا مرتاح. حلو انه يحط فيه شيء جميل، يحط فيه شيء جميل، فهو مرتاح نفسيا وعم ببني بيت مرتب كتير حلو. وبقول لك انا باجي بنقي ومتعلم وشايف النت وشايف التلفزيون وبهالمسلسلات والهذا، فهو كمان عم بيساعد في هذا الحكي. هذا الحكي ما كان موجود زمان، كان الناس في عندها جهل بالموضوع. هلأ كلياته عم بيطور حاله بيطور حاله، فجزء موجود عندنا وجزء موجود عند الزبون. ما بقول لك انه الزبون مش عم بيعرف ايش عم بيساوي، لا بالعكس الامور كتير كويسة، منساعد بجزء كبير. نعم. يعني هذا شيء جميل وكلام طيب جدا، يعني انه الانسان لما بعيش في اجواء فيها من الراحة النفسية واستقرار هدوء بالضبط تخلق له الابداع في عمله في حياته الزوجية ايضا لنا ولإله. يعني احنا حتى كمان نفسيا هلا بيجي ناس، بنسمع ناس من برا، احنا المشروع صار له 3 سنين، يعني نحكي بالعامية في خضم المشاكل اللي عم بتصير في العالم، بيجي بقول لك انت قاعد عم تبني مشروع فيه 1500 متر مشان انت محل ستاير او ورق جدران. بوضع زي هذا في خضم اللي عم بيصير في العالم، بتحمل هذا الحكي؟ بنقول لهم يا عمي انتوا اللي عم تسمعوه، انتوا بعالم واحنا بعالم اخر، يعني انه يعني بس احنا ما عم نفتح على الاخبار عم نشوف. اما الحمد لله ما بقول لك انه المنطقه ما بتاثر، بس احنا بشكل عام الوضع كتير كتير ممتاز. مش بس احنا، كتير عم تتفرج يعني اذا بتمشي بشوارع عمان الغربيه وتشوف عمان الشرقيه عم بتشوف المشاريع عم تطلع بتطلع بتطلع، دليل على انه الناس يعني الامور مرتاحه. وهذا بلا شك ايضا لاسباب اخرى متعدده، منها او المظله الكبرى على هذا الشيء هي نعمه الامن والامان. بالضبط سيدي، من هذا المنطقه اكيد اكيد. سيدي سيد عبد السلام حجير، يعني انا يعني فعلا اعجبت جدا بمحلكم الراقي برستيج وبعلاقتك الرائعه انت وشريكك، يعني كيف علاقتكم يعني ملتزمين مع بعض، وتمنياتك ان تستمر الى الامام على طول، يعني هذا الدليل على انها صداقه قويه جدا بنيت على اساس قوي. سيدي العماله لديك هي ايضا من الاردنيين؟ عندي العمالة طبعا أردنيين طبعا.
بارك الله فيك، ممتاز جدا سيدي. يعني أرغب أن توجه أيضا كلمة لأبناء الأردن بشكل عام، أنه العمل مش عيب، وأنه العمل عبادة، وأنه من جد وجد، وبتأمين مستقبل الشباب هو تأمين مستقبل البلاد. كلياتنا بدأنا عمال، إحنا ما بدأنا، يعني هاي المهنة مش وراثية، يعني أهلنا ما ورثونا إياها، إحنا بدأناها من الصفر أنا وشريكي علي طبعا، والحمد لله كنا عمالة عاديين، وشوي شوي بلشت تكبر الأمور معنا بجد وإصرار ومثابرة على العمل، وصرنا والحمد لله حتى التيم اللي بدأ معنا بدأ تيم صغير جدا جدا جدا، يعني إمكانياته ضعيفة جدا، وبلش يكبر يكبر يكبر، والآن يعني إحنا بنفتخر فيهم وهم بيفتخروا فينا على المرحلة اللي وصلوا لها. فبالعكس يعني احنا يعني رسالة بنوجهها لكل كل شباب الوطن هون في البلد احسن بكتير كتير كتير من برا، كتير يعني حتى اللي برا بيتمنوا يرجعوا يشتغلوا هون. بلا شك بلا شك. سيد عبد السلام حجير، اهم المشروعات التي تم انجازها حتى الان، يعني قصر مين عملته، او من هي الجهة التي نفذتم لها احدى مشاريعكم؟ والله يعني هم من بدناش نحكي أسامي معينة، بدناش نميز ناس عن ناس، بس ما شاء الله يعني من وين ما بدك موجود، من ديوان ملكي، من قصور كبيرة، من فيلا كبيرة، من ناس عاديين، من مختلف الطبقات موجود عندنا، من مختلف الطبقات. أكيد هذا بلا شك، يعني الثقة الكبيرة والذوق الرفيع اللي بتمتاز فيه برستيج من خلال إدارتكم الحكيمة لهذا المكان، تميزتم على هذا القطاع وتربعتم على عرش هذه الصنعة الجميلة الحرفية الراقية الرفيعة. سيد عبد السلام حجير، الأردن ينعم بنعمة الأمن والأمان، وفي كما ذكرت قبل قليل، يعني أينما تذهب تجد المشاريع، وهذا تحت مظلة كبيرة من الأمن والأمان. سيدي نحن نشكر الله على هذه النعم الكبيرة، ولكن أيضا بعد شكر الله نشكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الملك المحبوب في قلوبنا جميعا بالضبط، والشخصية الأولى على مستوى العالم. ما هي الكلمة الطيبة التي تخرج من القلب إلى القلب؟ والله يعني جلالة سيدنا هو دائما في قلوبنا. أنا والدي بمناسبة هذا اللقاء، أنا والدي حلاقه الخاص، حلاق جلالة سيدنا، واللي بسمعه من والدي يعني شغلات عن جلالة سيدنا، شخصية كتير 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 متواضعة وكتير قريبة إلى القلب. يعني في حديثه مع والدي أستغرب، أقول له يعني جلالة سيدنا بيحكي معك هيك، بعاملك هيك، فإنه بستغرب. يعني احنا بتعرف بالإعلام مرات بتخاف شوي وهيك، بس انه كتير 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 قريب الى القلب، ونتمنى كمان انه نشوفه عندنا هون كمان بالمحل. عبد السلام حجير رجل الأعمال الشاب، لو قدر لك ان تقابل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي تحب كما نحب، ماذا تود ان تفعل او ان تقول يا سيدي؟ بحضن انه هو حبيب الجميع، يعني مش انا بس، يعني هذا اي كلام اي واحد في الأردن وخارج الأردن يتمنى بالسلام عليكم. أكيد أكيد نعم. سيدي جلالة الملك هو قريب وعلى نفس المسافة من جميع أبناء الوطن، نفتخر في ذلك، نفتخر في ذلك. يعني هو يعني بكفي إحنا بسفرنا منسافر كتير لأوروبا لأمريكا للصين، حتى على مستوى الصين بنوصل أقول لك كينج عبد الله كينج عبد الله كينج عبد الله. فعلى مستوى الصين، على مستوى أوروبا، على مستوى أمريكا، فبتستغرب انت عن يعني حتى بتكون بالصين، يعني مش بالكابيتال، بتكون بمناطق بعيده جدا بعيده جدا عن العاصمه، بقول لك من وين؟ بتقول له من الاردن، بقول لك كينج عبد الله. سيدي احنا عندنا اقوى جواز في العالم، بس ونفتخر في ذلك، ونفتخر في ذلك ان شاء الله. سيد عبد السلام حجير، يعني اقدم لك كل تحيه وتقدير، وايضا راح اجري يعني كلمه طيبه من شريكك السيد علي، ايضا يعني نكن له كل ود وتقدير واعجاب بهذه الشراكه القويه بينكما. اشكرك سيدي جزيل الشكر لقناه جوشات على هذا اللقاء، واهلا وسهلا فيكم اي وقت، شرفتونا ان شاء الله.